حسمت مصر المباراة الإقليمية بين القاهرة وأنقرة، وأغلقت الصراع العربي التركي، وما زيارات رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية إلا شروط مصرية من أجل قبول توسلات الرئيس التركي بغلق هذه الصفحة من أجل إنقاذ دولته من الانهيار والفناء. وفي هذا الإطار راحت تركيا تغلق الأبواب أمام مطاريد الإخوان وظهرهم المدني واحداً تلو الآخر، وتغلق كافة القنوات التلفزيونية وتطرد عشرات الكوادر الإخوانية، حتى وصلنا أخيراً إلى تاج المؤامرة ودرة قنواتها المتآمرة قناة مكملين. كيف نقرأ التوسلات التركية لمصر وتقديم مكملين قرباناً للمارد المصري حتى يعفو عن أردوغان؟ هل انتهت مكملين؟ وما هو مستقبل مطاريد أنقرة واسطنبول والدوحة؟ هو ده وأكتر اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. انتهى مشروع العثمانيين الجدد للتدخل في المنطقة العربية، وانعكس التمدد الإقليمي التركي خارج الحدود التركية إلى داخلها، وسيطرة تركيا على مناطق في شمال سوريا تحول إلى قنبلة موقوتة بوجه تركيا خاصة إدلب، وأصبحت اليوم تركيا ما بين مطرقة جو بايدن وسندان فلاديمير بوتين، ويتلاعب بها الأمريكان والأوروبيين بوجه الروس في الحرب الأوكرانية، وإدلب السورية وأذربيجان بالقوقاز. وفي العام المقبل 2023 يعقد في تركيا أخطر انتخابات رئاسية وبرلمانية في تاريخ تركيا. يتخوف أردوغان من خسارة الانتخابات والذهاب إلى المنفى الاختياري خارج تركيا، أو أن يفوز بالانتخابات الرئاسية فقط ويخسر الانتخابات البرلمانية ويقوم البرلمان بعمل دستور جديد يعيد لتركيا لنظامها البرلماني ويصبح رئيس الجمهورية منصب شرفي. ويكتفي الرئيس رجب طيب أردوغان بالتمتع بالطقس والمناظر الطبيعية في القصور الرئاسية التي شيدها بدم الأتراك وفلوسه الحرام من سرقة حلب وإدلب من السوريين. لذا يسعى أردوغان إلى استراتيجية زيرو مشاكل مع القوى الإقليمية والدولية ومع حسم مصر للصراع في ليبيا بمؤتمر برلين في يناير 2020. بدأ ماراثون المفاوضات السرية بين القاهرة وأنقرة، وبدأت أنقرة في إغلاق القنوات التلفزيونية الإخوانية واحدة تلو الأخرى، وطرد الغلمان والمطاريد إلى ماليزيا وبريطانيا، وبدأت قطر في الأمر ذاته، بل إن تركيا اليوم تنسق مع مصر لترسيخ الرؤية المصرية في الملف الليبي، وأصبحت الرؤية المصرية في الملف الليبي هي مرجعية تركيا في غرب ليبيا أو محور طرابلس مصراتة. وبعد 5 سنوات من الغياب عن السعودية هرول رجب طيب أردوغان إلى الرياض وأغلق ملف الجمال خاشقجي وطلب الصفح والعفو، ومن قبله هرول إلى الإمارات طالباً الغفران، وقد نراه قريباً في القاهرة إذا وافق عبد الفتاح السيسي أن يستقبله. انتهى دور تركيا الإقليمي وتمت تصفيته، وأصبحت اليوم دولة صغيرة تحاول أن تضمد جروحها الداخلية بالتصالح مع قوى إقليمية أكبر منها. ولفظت مطاريد الربيع العربي من مصر وسوريا، حتى نشطاء ما يسمى بالثورة السورية لفظتهم، وبات من المؤكد أن يهرول أردوغان إلى أحضان النظام السوري عما قريب. ولكن هل انتهت فعلا قناة مكملين والشرق وقناة الثورة، وهي القنوات الثلاثة التي بثت من تركيا ضد مصر، ومن قبلها الجزيرة مباشر مصر التي كانت تبث من الدوحة عاصمة قطر؟ الإجابة هي لا، فإن من صنع الإسلام السياسي منذ 300 عام هو بريطانيا العظمى وليست تركيا، ولم يكن تنظيم العثمانيين الجدد في تركيا وتنظيم الحمدين في قطر والخميني في إيران إلا وكلاء إقليميين لهذه المؤامرة، معهم منظمات إقليمية مثل داعش والقاعدة والتنظيم الدولي للإخوان. وبعد خسارة كل هؤلاء المعركة مع العالم العربي بوجه عام ومع مصر على وجه التحديد، هنا قررت بريطانيا العظمى أن تسترد وديعتها من مصر وسوريا وتركيا وإيران وقطر. وحاليا يتم تجميع كل مطاريد أنقرة والدوحة واسطنبول في العاصمة البريطانية لندن،
في أكبر هيكلة للمنظمات الإسلامية السياسية في لندن، أو ما يعرف في أدبيات الجماعات الإرهابية بلندن ستان. حالياً يتم صناعة قناة جديدة لإخوان ومطاريد مصر برئاسة معتز مطر في إنجلترا، هيبقى اسمها مكملين برضو، واحتمال يبقى ليها اسم تاني. مكملين من لندن ستان هو عنوان المرحلة. ليفل الوحش خلاص أقنعت قطر وتركيا وإيران والقاعدة وداعش، سقطوا. وهنا بريطانيا قررت هتلعبك بنفسها، بريطانيا اللي هزمت من مصر في الحملة الصليبية الثالثة أيام ريتشارد قلب الأسد، ثم بعد ذلك راحت الهزائم على بريطانيا تتوالى على إيد المصريين وصولا إلى الحملة الصليبية التاسعة في زمن الظاهر بيبرس، وحملة فريزر في زمن محمد علي، وأتت ثورتي 1919 و23 يوليو 1952 لتسقط الأسد البريطاني عن عرشه في مصر. وهنا يجب أن أعلن حالة الاستنفار عالية الدرجة لكل من يسمعني، إنه احنا داخلين على أخطر مرحلة للمؤامرة على مصر، لأن الأسد الجريح اللي اتضرب في العدوان الثلاثي وأكتوبر 73 وثورة يونيو 2013 لما أسقطنا كل مخططاته بضربنا بالغزو المباشر أو اليهودية السياسية أو الإسلام السياسي، رجع تاني يواجه مصر بشكل شبه علني. وإن مؤتمر لندن 1840 اللي حجم تمدد مصر الإقليمي في زمن محمد علي بقى له جزء تاني شغال دلوقتي في لندن ستان على إيد التنظيم الدولي للإخوان ومطاريد الربيع العربي، وإن دور تركيا وقطر وإيران انتهى بنسبة 90%، وبقينا في ليفل الوحش. مصر مقبرة الإمبراطورية البريطانية، وللأسد البريطاني ثأر مع الحضارة المصرية، لهذا صنعوا الإسلام السياسي، لهذا صنعوا جماعة الإخوان المسلمين. حالياً هتلاحظ إن كل الأسماء المشبوهة بتتجمع في لندن وهيتعمل بيها قناة جديدة، حتى قناة العرب الجديد اللي نقلت من لندن إلى قطر لسه عناصرها اللي قاعدين في لندن هيشتغلوا مع مكملين من لندن ستان، وعناصر الجزيرة مباشر مصر اللي قاعدين في الدوحة وبعضهم هرب برا قطر أيضاً بيتم استدعائهم إلى لندن من أجل المهمة نفسها. والمخابرات البريطانية حالياً خرجت عن سيطرة مجلس الوزراء البريطاني وبتنسق مع النظام الدولي للإخوان حتى برغم أنف بوريس جونسون، يحدثونك عن الديمقراطية والحكم المدني بينما هم لديهم مراكز قوة ومؤسسات أمنية خارجة عن القانون والسيطرة والدستور والمراقبة البرلمانية بمجلسي العموم واللوردات. حفظ الله مصر وكلنا وراء القيادة الوطنية للرئيس المشير عبد الفتاح السيسي، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.